الشعب الفلسطيني بكل مكان، من غزة إلى القدس إلى رام الله إلى جنين، الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج كما أمته جميعا احتفلوا بفوز المغرب، وإن شاء الله نحتفل بفوزهم النهائي بكأس العالم، وهم يستحقوا كل وبكل جدارة وصلوا إلى هذه المرحلة إلى المربع الذهبي. هؤلاء أبطال مثلوا الأمة، نحن نشعر بالفخر والاعتزاز بهم، وإن شاء الله إلى الأمام إلى تحقيق الإنجاز الأكبر. نهني المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة صعود المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي، وهو يعني نتمنى للمنتخب المغربي الشقيق تحقيق مزيدا من النجاحات في هذه الدورة، وإنه يتألق ونأمل أن نرى الكأس في مدينة الأنوار الرباط. بهذه المناسبة أحب أهني الشعب المغربي على التأهل للسيمي فينال، وأتمنى لهم التوفيق، فرحون وفرحوا العرب كلها. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.